الأكسجين الطبي يغطي مستشفيات بغداد، وحالات الشفاء من كورونا تتخطى 71,000. العراق يكمل 80% من متطلبات الربط الكهربائي مع الخليج، والبداية من البصرة. طلبنا هي توفير درجات وظيفية، تقريبا صار لنا 17 سنة ما حد طلب علوم سياسية. بانتظار الإجراءات الحكومية، المحاضرون المجانيون يواصلون تظاهراتهم أمام المنطقة الخضراء. بدأنا العمل على حصر هذه المشاريع وإيجاد البدائل لإكمال تنفيذ هذه المشاريع. التخطيط تحصي المشاريع متلكئة وتوجه بوضع نهاية لسنوات التلكؤ والفساد. أينما كنتم نحييكم مشاهدينا، وإليكم نشرة الأخبار الرئيسة من العراقية الإخبارية. أهلا بكم. سجلت مختبرات وزارة الصحة 1863 حالة شفاء من فيروس كورونا في عموم محافظات البلاد، وذكرت الوزارة في الموقف الوبائي أنها شخصت 2485 إصابة جديدة، وذلك في الساعات 24 الماضية، مبينة أن عدد الوفيات بالوباء في يوم واحد بلغ 90 حالة. وفرة بعد شحة الأكسجين التي عانت منها مستشفيات بغداد والعراق عموما. الأكسجين السائل يعود إلى الرادهات لتغطية حاجة المصابين بكورونا، ما ساعد بشفاء 68% من مرضى الفيروس الوبائي. اكتفاء مستشفيات بغداد بالأكسجين واقع حال رصدته كاميرا العراقية الإخبارية في أغلب تلك المستشفيات. أطباء في مراكز الكرخ والشفاء والإمام علي تحدثوا عن فائض من هذه المادة، والتعزيز مستمر ليغطي حاجة جميع المصابين بفيروس كورونا. حاليا اليوم أنا موجود، ماكو أي أزمة بالأكسجين ولا الحمد، المخازن متروسة، الوجبات اللي قاعد تفرغ من الأكسجين ترسل مباشرة إلى المعمل تملأ وترسل مرة أخرى، لذلك عندنا حاليا فائض في الأكسجين في المستشفى. فقط كانت المعاناة أنه الأكسجين السائل، لكن هنالك بدائل عنه اللي هي الأسطوانات، والحمد لله الأمور الآن طيبة. أما النقص الحاصل خلال الأيام الماضية نتيجة الطلب المتزايد وتوقف بعض المنظومات، فقد تم تلافيه بنصب محطة مركزية سريعة للأكسجين السائل الذي يغني في أغلب الأوقات عن الأسطوانات التي باتت تمثل احتياطيا بوجود تلك المحطات. أنشئ هذا الخزان اللي هو عبارة عن أكسجين سائل يعطى للمرضى على شكل مركزي، يعني أكسجين يجي نقي مركزي. صار عندنا فت مرة واحدة لساعات معينة صار خلل بالتجهيز. مرافقون للمصابين تحدثوا عن وفرة في الأكسجين خلال هذه الفترة وتخصيص عدة اسطوانات لكل مريض، وفرة جاءت عقب مغادرة أعداد كبيرة من المصابين بعد تماثلهم للشفاء. بالنسبة للأكسجين متوفر وزائد احتياط، يعني اللي عندنا بدنا نستخدمه زائد عندي احتياط. كم خنين عندي؟ أربعة، اثنين مستخدمهن واثنين احتياط. أنا عندي مريض راقد بالمستشفى، لا يوجد أي مشكلة بالأكسجين داخل المستشفى. متوفر عندنا، أنا بالنسبة لي قنينتين يمي ولا سمعت لا بصفي ولا الجو ولا والعمال قاعد تصعد تنزل الأكسجين. لا صحة لنقص الأكسجين في المستشفيات، هكذا كان رد المسؤولين في هذه الردهات الخاصة بالعزل الصحي، حيث وفرت هذه المستشفيات ما يقرب من 70 اسطوانة أكسجين لسبعة أشخاص فقط، أي للشخص الواحد 7 اسطوانات، وهذا يبشر بخير خاصة مع تصاعد حالات الشفاء للمصابين. من داخل إحدى الردهات الخاصة بالعزل الصحي في مستشفيات بغداد، عباس نعم، العراقية الإخبارية.
مشاهدينا، للحديث عن مستجدات فيروس كورونا وايضا الموقف المؤسسات الصحيه في البلاد، معنا من داخل الاستوديو المتحدث باسم وزاره الصحه دكتور سيف البدر. دكتور سيف، اهلا وسهلا بك. قبل ان نتحدث عن ما شاهدناه بالتقرير عن الاكسجين وتوفره، اريد ان اسالك دكتور، ارتفاع جديد بعدد الاصابات بفيروس كورونا، هل هذا ينذر ممكن بحاله جديده وخاصه بعد رفع القيود والحظر جزئيا عن بعض المناطق والمفاصل كليا تقريبا؟ شكرا جزيلا. في البداية اسمح لي أن أشكر شبكة الإعلام العراقي، اليوم 5 فرق منكم والفرقة السادسة حاليا في إحدى المستشفيات بجولات ميدانية للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذا ديدن العراقية. شكرا جزيلا لكم وإن شاء الله يستمر التعاون. هذا واجب العراقي. الله يسلمك سيد الكريم. بالنسبة للموقف الوبائي والمتغيرات، هذا يعتمد بالدرجة الأولى على مدى التزام المواطنين ومدى مستوى الوعي الاجتماعي بشكل عام. بكل صراحة، إذا ما صار تطبيق حقيقي للتباعد الاجتماعي وللالتزام بقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية، ما راح نشوف يعني خلاص حقيقي من هذه الجائحة بالوقت القريب. مع شديد الأسف لحد الآن لا نرى جدية من كثير من الجهات المعنية ومن كثير من المواطنين بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. لازلنا نرى بعض الازدحامات هنا وهناك بالأسواق وبالشوارع، وأيضا لا يوجد تطبيق حرفي شامل لمنع التجمعات بكافة أشكالها. لا زال الوقت مبكرا لتقرير متى نهاية هذه الجائحة. لحد الآن الوضع تحت السيطرة. هناك خبر جيد جدا ويهم المواطن، وهو زيادة أعداد الأسرة المخصصة لعلاج مرضى كورونا وزيادة أعداد أسرة العناية المركزة. احنا حاليا عندنا بحدود 2000 سرير حاليا للعناية المركزة والعناية التنفسية. إن شاء الله خلال شهر إلى شهرين راح نصل إلى 4000 سرير للعناية المركزة. هاي تحدد دكتور عن في بغداد؟ لا، في كل العراق. في كل العراق. نعم. إضافة إلى المستشفيات الميدانية، استراتيجية التي وضعتها الوزارة وتابعها السيد وزير الصحة والبيئة، هو تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية العامة، عن المستشفيات العامة. لأن تعرف حضرتك إحنا الخدمات اللي نقدمها مو فقط كورونا، هناك الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها. نعم. فاتجهنا إلى تهيئة مستشفيات ميدانية فقط لعلاج مرضى كورونا في بغداد والمحافظات، وتم افتتاح الكثير من هذه المؤسسات. إضافة إلى تعزيز قدرات الوزارة التشخيصية من مختبر واحد إلى أكثر من 22 مختبر في مختلف المحافظات، وأيضا خلال أيام سنفتتح مختبرات أخرى. فصارت زيادة بالقدرة التشخيصية لمؤسسات وزارة الصحة، إضافة إلى الحملات الميدانية. ولذلك بدينا نكتشف الكثير من الحالات. البعض فسر الزيادة على أنها قصور، هي بالعكس شيء إيجابي أننا نكتشف الحالات الصامتة والحالات في مراحلها الأولى. لابد أن نذكر ونؤكد على أنه أكثر من 90% من الإصابات هي إصابات بسيطة إلى متوسطة. الكثير من هذه الحالات بالعزل المنزلي تعالج تماما. أكثر الحالات تتماثل للشفاء التام. نسبة الشفاء في العراق قياسية ممتازة، قريبة من 70%، والحمد لله منذ فترة نسجل حالات شفاء قريبة من 2000 يوميا. اللي نرجو من الجميع إذا صار التزام ومستوى جدية في تطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وغسل اليدين والاهتمام بالنظافة الشخصية مع التركيز على فئة الاختطار العالي، إن شاء الله خلال أيام نتمكن من الانتصار على هذه الجائحة. هناك يعني أعتذر عن المقاطعة، لكن بالنسبة للأكسجين، يعني الآن حاجة المستشفيات بالنسبة للأكسجين غطيت بعد أزمات طبعا تكررت، إذا سواء في بغداد أو محافظات الأخرى. ويمكن الأبرز كان هو وتكرر لأكثر من مرة في ذي قار. السؤال هنا، ما الذي تغير يعني يتوفر الأكسجين مع هذا الارتفاع في أعداد الإصابات؟ شكرا. هو هذا حديث الشارع حاليا. سؤال حضرتك. أؤكد لحضرتك من موقع مسؤول أن حاليا في الوقت الحالي لا يوجد أي نقص في مادة الأكسجين في جميع المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات. والعراقية خير شاهد اليوم في 4 أو 5 مؤسسات، وحاليا المؤسسة السادسة بجولات ميدانية ولقاءات مباشرة مع المواطنين. أيضا خبر مهم قبل أن ندخل الاستوديو، دخول ما لا يقل عن 10 شاحنات كبيرة محملة بمادة الأكسجين الطبي السائل من الجارة الكويت، حوالي ما لا يقل عن 220 طن. طبعا هاي وجبة أولى، هناك وجبة ثانية ووجبة ثالثة، هذه الليلة إن شاء الله سوف تدخل. إضافة إلى التجهيز اللي صار، إحنا قبل هذا ما صار عندنا نقص الحمد لله، يعني خلال 24 ساعة الماضية. والسيد وزير الصحة والبيئة حاليا بجولات ميدانية على كافة المؤسسات الصحية الرئيسة
المخصصة لعلاج دكتور كورونا. يعني حسب سؤال رشا نعم ماذا يعني ماذا تغير خلال اليومين الماضيين ليتوفر بشكل كامل؟ بكل صراحة ذكرت حضرتك موضوع ذي قار اللي صار في محافظة ذي قار العزيزة تحياتنا وسلامنا لأهلنا في ذي قار هو سوء إدارة وضعف بالمنظومة الأمنية المسؤولة عن حماية المستشفى أكثر مما هو نقص في توفير مادة الأكسجين لأن ذي قار إذا نتكلم بلغة الأرقام عدد المرضى كورونا فيها أقل من محافظات أخرى تستلم كمية أكسجين أقل مما تستلم ذي قار إذا وين المشكلة؟ الوزارة الاتحادية وزير الصحة الفيدرالية عليه أن يوفر المتطلبات العامة لكن توزيعها وإدارتها هو مسؤولية محلية فكان هناك أشرنا ضعف يعني دكتور في الإدارة الصحية الإدارة المحلية بالمستشفى بالمستشفى كمحافظة يعني نعم وكمحافظة يعني أيضا بالمستشفى نعم الكندي أول البارحة يعني نعم بالنسبة لذي قار أيضا صار ضعف بإدارة الإدارة الصحية في المحافظة نفسها أشر ذلك وأرسلت فرق متابعة فرق من التفتيش وفرق فنية فرق إدارية للمتابعة ولا زال بعضها موجودا حتى الآن حاليا حضرتك لا يوجد أي عرقلة أو أي نقص في توفير هذه المادة. شكرا جزيلا لك كنت معنا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر على هذه المعلومات والمشاركة في النشرة. شكرا جزيلا أهلا وسهلا. لاستيعاب الأعداد المتزايدة المصابين بفيروس كورونا قدمت دولة قطر مستشفيين ميدانيين في محافظتي ذي قار والأنبار بسعة 250 سريرا لكل واحد منهما فيما استقبلت الأراضي العراقية شاحنات محملة بالمستلزمات الطبية والوقائية من المملكة الأردنية الهاشمية مستشفيان ميدانيان للأنبار والأخرى لمحافظة ذي قار و500 سرير وتجهيزات طبية أخرى وصلت إلى البلاد من دولة قطر كمساعدات طبية لمواجهة جائحة كورونا السفير القطري لدى بغداد والذي أشرف على تسليم المستلزمات الطبية إلى وزارة الصحة أكد أن دعم بلده مستمر للعراق عبارة عن 500 سرير بكامل تجهيزات المستشفيات بما فيها الكمامات والملابس الواقية برا وجهت الأردن 5 شاحنات محملة بالمستلزمات الوقائية الشخصية من وباء كورونا كجزء من الدعم المتبادل بين البلدين تأتي هذه قافلة المساعدات بأمر وتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى الشعب العراقي والدولة العراقية قاطبة بمجموعة من المستلزمات الطبية مستلزمات الحماية الشخصية الطبية للأشخاص الذين يتعاملون مع جائحة كورونا والمصابين في هذا المرض الجانب العراقي أثنى على كل الجهود المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة وباء العصر الذي قلب معادلة سياسية واقتصادية واجتماعية كميات كبيرة من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية سوف توزع بالسرعة الممكنة على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وأقليم كردستان هذه ليست المرة الأولى وإن شاء الله لن تكون الأخيرة وهي نتيجة التواصل والتعاون ما بين الحكومة العراقية ووزارة الصحة مع كل الجهات داخل وخارج العراق هذه المبادرة هي تعبر عن مدى عمق العلاقات الثنائية التي تربط حكومتي وشعبي جمهورية العراق ودولة قطر الشقيقة يذكر أن عشرات الدول قدمت مساعدات طبية مختلفة ومنها أجهزة فحص مبكر للكشف عن الوباء ما أقدمت عليه الأردن وقطر من تقديم مساعدات إلى العراق في ظل جائحة كورونا يكشف عن مدى التعاون العربي في الظروف الصعبة ولطالما ما كان العراق السباق الأول في تقديم المساعدات لأي بلد عند مروره في ظروف حرجة ثامر الشمري العراقية الإخبارية بغداد مزيد من التفاصيل مشاهدينا عن موقف الوباء لكورونا في محافظات العراق تنضم إلينا شبكة مراسلي العراقية الإخبارية من البصرة سيكون معنا محمد حسن ومن السليمانية أحمد جاسم ومن المثنى عارف شهيد سأبدأ من البصرة أهلا بك محمد يعني حدثنا عن آخر مستجدات الموقف الوبائي في البصرة وما هي الإجراءات الصحية
عشاء بعد التحية. طبعا أبدأ بالموقف الوبائي لمدينة البصرة. خلال ال 24 ساعة الماضية سجلت مدينة البصرة 258 حالة إصابة جديدة، فيما تماثل 117 حالة للشفاء. حالة 8 حالات وفاة سجلتها مدينة البصرة خلال 24 ساعة الماضية. بالحقيقة معظم هذه الإصابات تمركزت في منطقة شمال منطقة مدينة القرنة، بالتحديد شمال مدينة البصرة عفوا، بالتحديد منطقة القرنة. طبعا القرنة أيضا اتخذت إجراءات خاصة طبعا كمية الإصابات التي أصابت هذه المنطقة. طبعا أهم الإجراءات التي اتخذتها المنطقة أو دائرة الصحة في تلك المناطق هو عزل معظم المصابين وتوفير أماكن أكثر للمصابين بجائحة كورونا. لكن إذا أردنا نتحدث بشكل عام عن مدينة البصرة، الوضع بشكل عام طبعا حد هذه اللحظة، على الرغم من عدد الإصابات التي تسجلها المدينة وعلى الرغم من حالة الوفيات المرتفعة التي تسجلها المدينة، إلا أن دائرة صحة البصرة دائما ما تعلن بأن الموقف لا زال حتى هذه اللحظة مسيطر عليه. خلال 48 ساعة الماضية استطاعت مدينة البصرة أن ترفد جميع المستشفيات الموجودة ومناطق الحظر أو مناطق حجر المصابين بقناني الأكسجين، وأيضا هنالك كان نقص في الأسرة ببعض المناطق أيضا تم تجهيزها بالأسرة. نعم رشا، يعني ذكرت بأنه أكثر الإصابات اليوم كانت يعني متركزة في منطقة المنطقة بشكل كامل، لأنه على اعتبار أنه الأكثر الإصابات فيها. طبعا رشا، هو بالحقيقة دائما المناطق التي دائما ما تسجل إصابات مرتفعة في هذه، طبعا كانت هي واحدة من خطط مدينة البصرة وخلية الأزمة، يتم عزل هذه المنطقة عن مركز مدينة البصرة. طبعا هنالك معروف انه حظر تجوال الكلي طبعا تم رفعه في المدينه، لكن اليوم هو الجمعه، هو اليوم مستثنى من رفع حظر التجوال الكلي. طيب. طبعا تم عزل خلال فترات المسائيه خلال هذا اليوم، تم عزل مركز مدينه البصره عن الاقضيه والنواحي، خصوصا منطقه شمال البصره. طيب رشح. يعني شكرا لك، ودعني انتقل الى سليمانيه لانضم الينا من هناك احمد جاسم. اهلا بك احمد، آخر مستجدات الموقف الوبائي في سليمانية، آخر الإجراءات المتخذة، وأيضا بالنسبة يعني ما يحصل في محافظات العراق، النقص الذي حصل في الفترة السابقة بالنسبة للأكسجين، والآن تمت تغطية جميع مستشفيات العراق بالأكسجين. نعم، وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق أصدرت بيان حول الموقف الوبائي لمحافظة السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها خلال 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت عن تسجيل 127 إصابة توزعت ما بين 74 في مركز مدينة السليمانية و32 في إدارة قرميان و21 في إدارة رابرين التابعتين إدارية لمحافظة السليمانية، كذلك تسجيل 16 حالة شفاء و10 حالات وفيات. وبهذا يصبح الموقف التراكمي لفيروس كورونا منذ ظهور هذا الفيروس في محافظة السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها 7799 إصابة، يقابلها 3547 حالة شفاء و362 حالة وفاة. اللجنة العليا المركزية لمكافحة فيروس كورونا في الإقليم اتخذت عدة قرارات خلال اجتماعها، وخصوصا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه هذا من التزام خاص بالنسبة للعوائل. من هذه القرارات الإبقاء على غلق المطارات أمام الرحلات الجوية الداخلية والخارجية لغاية الأول من الشهر القادم، أي لغاية 1/8، وعدم استقبال الوافدين والمسافرين لكون أن هذه المطارات غير جاهزة، كذلك الإبقاء على حظر التنقل ما بين المحافظات العراقية ومحافظات الإقليم وعدم السماح بالدخول إلى محافظات الإقليم إلى إشعار آخر. أما بالنسبة للتنقل داخل الإقليم ما بين محافظة الإقليم وخصوصا بين أربيل والسليمانية، فقد أعطت الصلاحية للمحافظين باتخاذ ما هو مناسب خلال هذه الفترة. من ناحية دهوك الراغبين بالذهاب إلى دهوك من داخل الإقليم، هناك استمارة خاصة تملى الإلكترونية تملى من قبل الراغبين بالذهاب إلى دهوك. الطلبة الذين يدرسون خارج الإقليم بإمكانهم الذهاب لإكمال دراستهم. الأشخاص المرضى الذين يرغبون بالسفر خارج الإقليم كذلك هناك استمارة إلكترونية تملى ويحصلون على الموافقة. بالنسبة للحركة التجارية ما بين المحافظات العراقية ومحافظة الإقليم فإنها مستمرة كذلك، وربما هناك ازدياد
بسبب قرب حلول عيد الأضحى المبارك. من ناحية خلية الأزمة هنا في السليمانية فقد أكدت وشددت على المواطنين وخصوصا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وقد يشهده الأسواق. أنا أعتذر عن المقاطعة أحمد، الوقت المخصص يعني أوشك على الانتهاء، دعني أعطي بعض الوقت لمراسلنا من المثنى عارف شهيد. أهلا بك عارف، حدثنا عن الإجراءات الصحية المتخذة في المحافظة والوضع يعني الصحي بالمستشفيات، مستشفيات المحافظة. نعم، طبعا على الرغم من أنه الـ 24 ساعة الماضية لم تسجل حالة شفاء بمحافظة المثنى، بل سجلت 36 حالة إصابة مؤكدة وثلاث حالات وفيات، إلا أن الموقف بشكل عام يشير إلى أن حالات الشفاء أكثر بكثير من حالات الإصابة، وهو السائد بالآونة الأخيرة، لا سيما أنه محافظة المثنى قد سجلت 822 حالة شفاء تام مقابل 822 حالة مصابة، 1055 حالة شفاء تام، ليكون الموقف الوبائي قرابة 2000 إصابة، 1937 حالة لحد الآن. بشكل عام طبعا الكوادر الصحية وخلية الأزمة بمحافظة المثنى مسيطرة بشكل عام على الوباء، لم تلاحظ أو لم تشهد محافظة المثنى أزمة للأكسجين الطبي، وإن كانت تحدث بين الفترة وأخرى، إلا أن الكوادر الصحية والجهات الساندة توفر هذه المواد. أيضا بشكل عام خلية الأزمة تعمل بشكل جاد على الحظر الوقائي من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، وأيضا المواطنين متعاونون من جانبهم التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الوقائية باعتبارها. شكرا لك، وأعتذر أيضا لك على المقاطعة يا عارف، لكن الوقت المخصص انتهى. عارف شهيد مراسلنا من المثنى، وأيضا أحمد جاسم من السليمانية، ومحمد حسن من البصرة، جزيل الشكر لكم. حررت القوات الأمنية الناشطة الألمانية هيلا ميفيس التي تعمل في مجال الثقافة والفنون في العراق، التي اختطفت من قبل مجهولين قبل أيام. مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن أكد في تصريح للعراقية الأخبارية، أكد أن قوة أمنية تمكنت من تحرير المختطفة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة. متابعة مستمرة أولا بأول السيد رئيس الوزراء وإشراف مباشر من قبل السيد وزير الداخلية وتواجد ميداني السيد وكيل الاستخبارات. تم النجاح بتحرير المختطفة هيلا صباح هذا اليوم، تحديدا في الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم في أحد مناطق الرصافة، حيث كانت موجودة في أحد الهياكل غير كاملة البناء. جهد كبير بذل من قبل القوات الأمنية وخاصة وكالة الاستخبارات ومفاصلها، منها خلية الصقور الأبطال وكذلك الاستخبارات في الشرطة الاتحادية، وأيضا جهد مكافحة الإجرام في وكالة شؤون الشرطة، تقاطع المعلومات، جمع المعلومات، الكاميرات، الجهد الفني، الاستماع على الشهود وكثير من المعطيات الأمنية التي أدت إلى تضييق الخناق وبالتالي الوصول إلى مكان المختطفة وتحريرها. طبعا الجهد التحقيقي مستمر، والآن الجهد القضائي التحقيقي مستمر والتعاون مع وزارة الداخلية في هذا الموضوع في قضية تحرير مذكرات القبض وأيضا الوصول إلى الجنات. في سياق عينه أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كانوا يتابعون قضية هيلا ميفيس منذ الساعات الأولى لاختطافها، وقال حسين خلال اتصال هاتفي من نظيره الألماني هايكو ماس أن من قامت به أو ما قامت به الحكومة هو من صميم واجباتها. بدوره أعرب ماس عن شكره إلى الحكومة والأجهزة الأمنية لاهتمامها البالغ بمسألة ضيفة العراق الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.
مشاهدينا، للحديث عن هذا الموضوع انضموا معنا داخل الاستوديو المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة. سيادة اللواء، أهلا وسهلا بك. لم تمضي أيام حتى تمكنت القوات الأمنية من تحرير المختطفة الألمانية. بداية نريد أن نعرف كيف تم تحريرها، وهل تم إلقاء القبض على الخاطفين؟ نعم، تحياتي لحضراتكم وإلى جمهورنا الكريم. الحقيقة منذ الساعات الأولى من حادث اختطاف الناشطة الألمانية، وزارة الداخلية قامت بجهد كبير جدا، وكانت هنالك متابعة مباشرة من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة، وإشراف مباشر على مجريات التحقيق من خلال السيد وزير الداخلية، وكذلك إشراف ميداني من قبل السيد وكيل شؤون الاستخبارات، واشتركت العديد من الأجهزة المحترفة في وزارة الداخلية، وكالة الاستخبارات، وكذلك خلية الصقور ومديرية مكافحة الإجرام. خلال فترة يعني 72 ساعة تمكنت من الوصول إلى مكان المختطفة وتحريرها. كيف تمت العملية بهذه السرعة سيادة اللواء؟ يعني هنالك فرق متخصصة، فريق متخصص في مجال الاتصالات، وفريق متخصص في مجال الكاميرات وتتبع الكاميرات، وهنالك فريق فني وفريق قانوني، وهكذا. يعني كانت الجهود وكان العمل مستمر ومتواصل، لحد لأنه كان الهدف الأولي هو تحرير المختطفة، وبالتالي المرحلة الثانية راح تكون الملاحقة القضائية للأشخاص الذين، يعني تم إلقاء القبض على الخاطفين؟ لا، لم يتم إلقاء القبض على الخاطفين، ولكن هنالك جهود وهنالك أوامر ستصدر لمتابعة هذا الموضوع. طيب سيادة اللواء، الملاحظ أنه هنالك إسراع في عملية تحرير المختطفة الألمانية، رغم أنه هنالك أعداد يعني ليست بالقليلة من المختطفين العراقيين، ومنذ أشهر وملاحظنا يعني أي مثلا عمليات ل يعني إرجاع أو يعني تحرير هؤلاء المختطفين، شنو السبب؟ نعم، هو الحقيقة السبب الرئيسي أنه اليوم الإعلام يسلط الضوء فقط على الحوادث، أما شنو عندها حصيلة وزارة الداخلية، ماذا، كم متهم ألقت القبض عليهم، كم متهم مخطوف تم تحريره، هاي بصراحة ما يسلط عليها الضوء عادة في الإعلام. لكن بالشارع يسلط عليها الضوء. يعني احنا لاحظنا اليوم أنه أكو امتعاض بالشارع، يعني ليش هذه الألمانية لأنها ضيفة أو ألمانية حررت بوقت سريع، لكن مختطفين عراقيين. أنا أتكلم عن وسائل الإعلام. وسائل الإعلام غالبا ما تركز فقط على الحادث حينما يحدث الحادث، أما بعدين وزارة الداخلية ما هي الحصيلة. إحنا قبل فترة كانت هنالك مؤتمر صحفي، وأعلننا بالأرقام عن العديد من العصابات اللي خطفت ناشطين وإعلاميين وقتلت ناشطين وإعلاميين، والعديد من المتهمين تم إلقاء القبض عليهم، وعرضت الاعترافات في هذا المؤتمر الصحفي. لكن للأسف احنا دائما التركيز يكون فقط على الحوادث، ولا يتم التركيز على جهود القوات الأمنية وما بذلته من عمل يعني مستمر ودؤوب حتى التوصل إلى هذا الموضوع. لذلك الفترة الماضية شهدت العديد من حالات القبض وإطلاق سراح المختطفين، وحتى اليوم الرسم البياني للعمليات الجنائية في انخفاض مستمر. سيادة اللواء، شكرا جزيلا لك، المتحدث باسم وزارة الداخلية، شكرا لمشاركتك وهذه المعلومات. شكرا. لهيب الصيف وجائحة كورونا لم يمنعا الفئات المنسية من حملة الشهادات العليا والمحاضرين المجانيين وغيرهم من الاستمرار بتظاهراتهم المطالبة بحقوقه بمسلوبة منذ سنوات. أصحاب الشهادات العليا خريجو العلوم السياسية، الأجراء اليوميون وأكثرهم عددا في وزارة الكهرباء، المحاضرون المجانيون وغيرهم الكثير، فئات تنتظر تحقيق مطالبها، وأسباب مشكلاتهم واستمرارها تتنوع بين حلول ترقيعية اتخذت بالفترة السابقة وعمليات تزوير لتعييناتهم.
أما التخصيصات المالية فهي العنصر الأساس لتأخر إيجاد حل لهم. جميع هؤلاء ينتظرون إجراءات الحكومة الحالية التي يقع على عاتقها مهمة صعبة قياسا بمعطيات المرحلة. صار لنا أكثر من 43 يوم إلى 45 يوم حقيقة ما حد نزل لنا، ما حد قال شنو مطالبكم. إحنا مطالبنا هي توفير درجات وظيفية. تقريبا صار لنا 17 سنة ما حد طلب علوم سياسية. اختصاص العلوم السياسية اختصاص كلش ضئيل، يعني قياسا بالاختصاصات الثانية. الوزارة اللي تتبنانا الوحيدة هي وزارة الخارجية. للأسف الشديد لم نجد أي أذان صاغية من قبل وزير الخارجية وكذلك المستشارين وزير الخارجية. تتعدد المقترحات والآراء الوزارية والنيابية، ومثلها من ممثلي هذه الفئات التي تعتصم في بغداد قرب بوابات المنطقة الخضراء مركز القرار العراقي. صارنا شهر هنا قاعدين نريد حقنا، احنا محاضرين مجانيين، يعني ندرس ببلاش، احنا ندرس بالمدارس اللي هي تعتبر نواة المجتمع العراقي، هي المدرسة أساس المجتمع. فاللي نرجوهم للحكومة، اللي نرجوهم للسيد الكاظمي انه ينظر الى هذه الشريحة المهمة، هذه الشريحة الأساسية بالمجتمع، ما يستجدون شيء من الحكومة، هذا حقهم الشرعي، حقهم القانون. فئات منسية، هكذا يطلق الشارع العراقي تسميته تجاه هذه الأوساط المعتصمة من أصحاب الشهادات والخريجين، لكنهم يستبشرون خيرا بتوجهات حكومة الكاظمي على أمل الحل، والوقت عامل رئيس لنفاد صبرهم من عدمه. أتابع هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيفنا هنا في الاستوديو ممثل المحاضرين المجانيين الأستاذ مالك هادي. أهلا بك أستاذ مالك. بداية حدثنا عن أبرز مطالبكم، أعتقد هي واضحة، يعني ياما رددت وتحدثت لكم باع طويل مع المظاهرات بالمطالبة ب يعني حقوقكم أو مطالبكم وهي مشروعة، لكن حدثنا عن أبرز هذه المطالب ومنذ متى لم يعني تتسلموا مستحقاتكم؟ نعم، شكرا لقناة العراقية. اليوم المحاضر المجاني عدة شرائح مختلفة، منهم محاضرين مستمرين دون انقطاع، ومنهم محاضرين انقطعوا لسنة واحدة لظروف معيشية، ومنهم محاضرين لسنة واحدة فقط اللي هي سنة 2019. كل هذه الشرائح تم إصدار عدة قرارات من مجلس الوزراء لهم. أول قرار هو قرار 340 لسنة 2019، وثاني قرار هو قرار 3179 لسنة 2019 أيضا، وثالث قرار هو بتاريخ 23/10/2019 الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كل هذه القرارات تنص على تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود ضمن موازنة 2020، ومن ثم جاء قانون الاقتراض في الداخلي والخارجي المادة 5 بمعالجة استحقاقات المحاضرين المجانيين. اليوم المحاضر المجاني الذي خدم العملية التربوية لعشرات السنين يفترض أن يأخذ حقه. الحكومات السابقة لم تعطي المحاضرين المجانيين أي أجور سوى منحة مالية بسيطة جدا بسنة 2018، كانت ليست ضمن موازنة تشغيلية، إنما منحة مالية فقط غير معترف بها كأجور يومية أو عقود. ما زال المحاضر المجاني لدى قانونية مجلس الوزراء لا يمتلك وصفا وظيفيا حتى يحول إلى عقد. اليوم الكل يعرف أنه سيستم الدولة المعمول به أجير يومي ومن ثم عقد ومن ثم تثبيت على الملاك الدائم. للأسف الشديد اصطناع وصف المحاضر المجاني سبب مشكلة لدى قانونية مجلس الوزراء بتحويله إلى عقد. أخيرا صدرت هذه القرارات بتحويلهم إلى عقود استثناء من كافة القرارات السابقة. للأسف الشديد لم يرى النور هذا التحويل، وما زال المحاضر المجاني بهذا الوصف، وما زال المحاضر المجاني لم يتقاضى أي راتب تعاقدي مع هذه الدولة. طيب كم كانت الفترة اللي استلمتوا بها هذه المنحة اللي ذكرتها حضرتك أنه كانت حتى يعني قليلة جدا، وكم كانت أساسا المنحة؟ المنحة المالية هي 125,000 دينار فقط. لكل محاضر فقط. نعم. كل شهر المفروض؟ لا، ولا هي مرة واحدة استلمتوها؟ مرة واحدة، مرة واحدة استلمها المحاضر المجاني بقيمة 125,000 دينار فقط طيلة هذه السنوات التي خدمها مجانا. طيب أستاذ مالك، يعني حضرتك قلت مثلا قانون معالجة الاستحقاق ممكن، في حال استجابت الحكومة لكم لمطالبكم غير التعيين مثلا، واستجابت مثلا هذا قانون معالجة الاستحقاق، يعني ممكن تسميتكم تحت مسمى ما في وزارة المالية مثلا مثل ما ذكرت حضرتك أحد مطالبكم، هل ستنتهي تظاهراتكم؟
نعم قدمنا عدة اقتراحات نحن خلال فترة اعتصامنا اللي مضى عليها 44 يوم أمام بوابات المنطقة الخضراء، جلسنا مع عدة مستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك في مكتب رئيس الوزراء وكذلك مع لجنة التربية في البرلمان. نعم نحن من قدمنا عدة مقترحات، من ضمن المقترحات التي قدمناها أن بعد إحالة أربع مواليد إلى التقاعد حصلت شواغر عديدة في وزارة التربية والمحافظات، فلعدم أطلاق درجات الحذف والاستحداث لسنة 2017 و2018 و2019 و2020 حصلت هذه الشواغر. ما ممكن سد هذه الشواغر إلا بالمحاضر المجان الذي تأقلم مع العملية التربوية، حاضر 5 سنوات و6 لديه تنظيم داخل مدارسه وداخل مديرياته، فعليه قدمنا مقترح انه حصر هذه الدرجات الحذف والاستحداث التي عددها اكثر من 60,000 درجه في وزاره التربيه. وانتم كم عددكم من ساده المحاضرين المسجلين؟ العدد الكلي للمحاضرين المجانين فيما لو عملت الدوله بالتقاطع المالي والوظيفي، نعم. الكل يعلم ان المحاضرين المجانين هناك من لديه عقد في دوائر اخرى، وهناك من هو لديه راتب رعاية اجتماعية، وهناك من هو في الحشد الشعبي ومؤسسات الدولة الأخرى. لو تم عمل تقاطع وظيفي ومالي حقيقي من الدولة للمحاضر المجانين فسوف تحصر أعدادهم إلى 100,000 محاضر مجاني فقط. لو تم إطلاق درجات الحذف والاستحداث للمحاضرين المجانين وهي حقوقهم في وزارة المالية لتم تعيين أكثر من 60,000 محاضر مجاني على الملاك الدائم بدلا من اللجوء إلى العقود ومعالجة استحقاقاتهم المالية. جزيل الشكر لك ممثل المحاضرين في بغداد الأستاذ مالك الحاج. شكرا أكدت وزارة الكهرباء إكمال العراق 80% من التزاماتها التي نصت عليها اتفاقية الربط الخليجي. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العبادي، قال إن المرحلة الأولى من الاتفاقية تنص على تزويد البصرة ب 500 ميجا واط من التيار الكهربائي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذه الاتفاقية ستعطي مرونة بتجهيز الكهرباء في عموم البلاد. أبرز المراحل التي سيتم عبرها ربط الطاقة الكهربائية بمجلس التعاون الخليجي وإيصالها إلى العراق يجملها لنا الزميل ياسر عامر. وزارة الكهرباء تعلن إكمال البلاد 80% من التزاماتها في اتفاقية الربط الخليجي، وأوضحت أن المرحلة الأولى من الربط تنص على تزويد البصرة ب 500 ميجاوات. رئيس لجنة الطاقة النيابية أكد أن وزارة الكهرباء وصلت إلى مراحل متقدمة في اتفاقية الربط الخليجي ورقية، ويرجح دخول الربط الكهربائي الخدمة خلال الشهرين المقبلين. وبين الحلبوسي أن الوزارة لم تجري صيانة للمحطات الكهربائية العام الماضي بسبب قلة التخصيصات. وزارة الكهرباء من جانبها أكدت سعيها لتحويل جميع المحطات إلى منظومة الغاز، لتبحث لجنة الطاقة النيابية مع وزارة النفط استثمار الغاز المحلي من حقول المنصورية وعكاز وأرطاوي بالتعاون مع شركات رصينة بالمجال. اللجنة النيابية تقول إذا كانت الحكومة جادة باستثمار الغاز المحلي ستحل أزمة الكهرباء، وأنها تعد خطة عمل سيصوت عليها نيابياً لإلزام وزارة الكهرباء بتنفيذها لمدة 5 سنوات على أقل تقدير. هذه الخطة ستضمن عدم مخالفتها من خلال قانون الموازنة العامة. ربما ستحل مشكلة الكهرباء، ولكن في جانب آخر منذ سنوات والآلاف من المشاريع الاستثمارية تنتظر الشروع بالعمل أو على الأقل إكمال إنجازها المتوقف. أما أسباب التلكؤ فمنها مالية وأخرى فساد الشركات المنفذة، مما عرض أغلب تلك المشاريع إلى الاندثار.
لا حل غير الاستثمار أو إعادة تحديد أولويات إنجاز المشاريع المتلكئة، تقول الحكومة في ظل معادلة عكسية بين الحاجة المتزايدة لتلك المشاريع وتعمق الأزمة المالية التي تمر بها الدولة. واجهنا هو كيفية توفير التمويل اللازم لإكمال هذه المشاريع، ولكن بدأنا العمل على حصر هذه المشاريع و إيجاد البدائل لإكمال تنفيذ هذه المشاريع. البعض منها الذي يصلح أن يكون فرص استثمارية سنفكر في عرضه كفرص استثمارية، والآخر الذي يمكن أن ينجز عن طريق القروض أو عن طريق الموازنة، موازنة الدولة العامة. 6000 مشروع إذن ما بين المدارس المهدمة والمستشفيات المتلكئة، فضلا عن مشاريع البنى التحتية التي مضت عليها سنوات دون إنجاز، ربما تعرضت أو تعرض بعضها للاندثار، والذي سيزيد من خسارة تلك المشاريع مع خسارة نسب الإنجاز فيها. المشاريع المتوقفة والمتلكئة هناك يعني لجنة مشتركة بين الإعمار والإسكان ولجنة الخدمات، وكانت هناك مجموعة من الأسئلة من ضمنها قضية مشروع تحلية المياه في البصرة، مشاريع الطرق اللي يتم الطريق السريع، كذلك هناك مشاريع تخص قضية النظافة، وهناك مشاكل للبلديات وتقاطع بين المركزية واللا مركزية. وتقول الحكومة إن الحل هو تحديد الأهم في تلك المشاريع وطرحها للاستثمار من جديد أو إعطاؤها للقطاع الخاص لإنجازها، فيما تتكفل الدولة بإنجاز المشاريع الملحة عن طريق المنح والقروض التي تتحصل عليها. يقال إن أكثر من 6000 مشروع خدمي متلكئ وقيد التنفيذ بحاجة إلى قرابة 100 مليار دولار لإنجازها. كيف ستحل أحجية إنجاز تلك المشاريع في ظل أزمة مالية حادة تمر بها الدولة؟ من بغداد، سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية. ولأن بلاد النفط لم تروي شعبها، فقد لجأ الناس إلى محطات تحلية المياه الأهلية المنتشرة في مختلف محافظات البلاد. فبالرغم من أن تلك المحطات وفرت فرص عمل للعاطلين، لكن ذلك ترك علامات استفهام بشأن عجز المعنيين عن إيصال المياه الصالحة إلى المنازل. تنتشر محطات تحلية المياه المعروفة بالآر أو في مختلف مناطق البلاد. رغم صغر حجم المحطات، إلا أنها تخضع للمعايير الصحية من تعقيم واستخدام للفلاتر، فضلاً عن أنها تكون مجازة من قبل وزارة الصحة. علي ذو 19 عاماً استطاع من خلال دراسة جدوى عمل مربحاً له أن يؤسس مشروعاً لبيع المياه الصالحة مكونة من محطة صغيرة غير مكلفة وبنفس الوقت مربحة. أكثر شغلنا بالصيف، وخاصة يعني من العصر لليل، هذا أقوى شغل يعني يكون، أقوى من الشفت الصباحي. كل 4 ساعات عندك تنغسل المحطة، كل 4 ساعات تشغيل. إحنا بين يوم ويوم نغسلها، يعني نشغلها باليوم الواحد ساعتين، ساعة بالنهار وساعة بالليل. عشرات محطات الإسالة التي تسهم بضخ آلاف الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للاستهلاك البشري إلى العاصمة بغداد. مشاريع استراتيجية تعمل وفق معايير ماء بغداد والسيطرة والتقييس النوعي للحفاظ على سلامة المواطنين عند الاستخدام. مياه الشرب اللي منتجة في مشاريع دائرة ماء بغداد خاضعة إلى مواصفة قياسية عراقية من ناحية الكدرة ومن ناحية الكلورين ومن ناحية الفحوصات البكتيريولوجية اللي تظهر خلال 48 ساعة، تصير مثل أشبه بعملية زرع للماء للكشف عن كل الميكروبات اللي موجودة في المياه النهر. مياه الآر أو كلفتها مكلفة هي بالنسبة للمشاريع، وطاقة الإنتاجية ما تعادل طاقة إنتاج المشاريع اللي تنتجها دائرة ماء بغداد. وتشهد المدن العراقية انتشار محطات الآر أو في المناطق، إذ يعمل بها عدد غير قليل من المواطنين كونها مهنة مربحة وغير مكلفة. تختلف عملية تصفية ماء بغداد عن محطات التحلية المعروفة بالآر أو،
وذلك كون محطات الار او صغيره الحجم ومكلفه بالنسبه لمشاريع المياه التي تعد صالحه للاستهلاك البشري. من بغداد، محمد العيداني، العراقيه الاخباريه. مشاهدينا الكرام، عودة إلى موضوع الربط الكهربائي مع دول الخليج، ولتفاصيل أدق حول هذا الموضوع سيكون معي الآن عبر الهاتف أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء. أستاذ أحمد، بداية كيف من الممكن أن يساهم الربط الكهربائي مع دول الخليج في حل مشكلة ضعف التجهيز بالطاقة الكهربائية؟ حياكم الله أخي الكريم، حيا الله جميع مشاهدي قناة العراقية، صحة وعافية وسلامة للجميع إن شاء الله. فقط الذي تسعى فيه وزارة الكهرباء إلى رسم مجموعة من الخطط الاستراتيجية والمعالجات اللازمة لخلق ملفات للطاقة الكهربائية، ذهبت إلى موضوع عقد اتفاقيات إطارية. كان من جملة هذه الاتفاقيات الإطارية هو توقيع مذكرة مع هيئة الربط الخليجي. وموجب مذكرة هيئة الربط أو اتفاقية هيئة الربط الخليجي يزود العراق ب 500 ميجا واط على محافظة البصرة بالتحديد كمرحلة أولى. كان من المفترض ان تكون هذه ال 500 داخله في الشبكه الى محافظه البصره في شهر العاشر من عام 2020، لكن حقيقه تداعيات الوضع الصحي ونزول اسعار النفط والوضع الاقتصادي المتدهور حال دون اكمال ذلك. كان من جمله الاتفاقيه ان هنالك التزامات على الطرف العراقي وهنالك جمله من الالتزامات على الطرف هيئه الربط الخليجي. طبعا فيما يخص الالتزامات التي كانت منوطه ومكلف بها الجانب العراقي، الكلام عن مد خط او تاهيل خط فاو بفلوس رقم واحد واكمال خط فاو بفلوس رقم اثنين وايضا اكمال محطه الفاو التحويليه اللي هي بواقع 400 كيفي. طبعا كانت هذه الالتزامات بواقع 80% اكملها الجانب العراقي. يعني اليوم الكلام عن اكمال محطه الفاو 400 واكمال خط بفلوس واحد وايضا تاهيل ما يقارب واكمال 60% من خط فاو بفلوس رقم اثنين. وحقيقه ايضا يشكر السيد محافظ البصره لتعضيده وجهد الكهرباء باكمال وتعضيد جهد الكهرباء باكمال هذا المشروع فيما يخص التسليك ومدى اسلاك هذا الخط. بالتالي تكون جمله 80% من مجمل الالتزامات الجانب العراقي قد استكملت. كان هنالك اعمال منوطه ايضا بالجانب الخليجي، طبعا تاخرت هذه الاعمال بسبب الجائحه العالميه والوضع الاقتصادي. بغطاء حكومي وب يعني برعايه حكوميه جرى الاتصال ايضا انجاز مجددا مع الهيئه الخليجيه لمعاوده اعمالهم. نعتقد انه بالاسبوع الماضي عقدت عده اجتماعات، في حال معاوده الجانب الخليجي الى مزاوله اعمال واكمال هذا الربط نعتقد انه يحتاج الى سقف زمني من سنه، يعني من 12 شهر الى 14 شهر بغيه ادخال المرحله الاولى بواقع 500 ميجا واط الى محافظه البصره. نعم، طيب استاذ احمد، يعني ماذا عن ال 20% الالتزامات المترتبه على العراق؟ هل خصصت لها الاموال؟ يعني انت قلت حضرتك انه 80% تقريبا ستكملون الانجازات، هل خصصت الاموال ورصدت لاكمال هذه ال 20% المتبقيه على العراق؟ لا، احنا فيما يخص الالتزامات المتبقيه هو اكمال خط فاو بفلوس رقم اثنين. نعم، حقيقه مثل ما استفدت يشكر السيد محافظ البصره لالتزاماته وتعضيده وجهد الكهرباء باكمال الامور المتعلقه بهذا الخط، بالتالي يصبح خط فاو بفلوس رقم وان جهد العراق والالتزام العراقي سيصبح متكامل في حال تم هذا الربط. جملة الالتزامات المتبقية هي منوطة بهيئة الربط الخليجي، وزارة الكهرباء تتابع هذا الموضوع باجتماعات دورية. نعتقد في حال استكملت مثل ما أسفت سيحتاج الموضوع من 12 شهر إلى 14 شهر بغية إدخال المرحلة الأولى للعمل بواقع 500 ميجا واط. طبعا هنالك مراحل أخرى لهذه الاتفاقية، لكن اليوم الكلام عن المرحلة الأولى تحتاج هذا الوقت. نعم، طيب أستاذ، في موضوع أيضا تفصيلي أكثر، الغاز المصاحب لتشغيل هذه المحطات، هل سيكون الغاز العراقي ممكن بديل للغاز المستورد من الخارج؟ يعني بالتأكيد في وزارة الكهرباء بررت سابقا أنها في إطار الاستغناء عن ملف الطاقة من دول الجوار سواء كان وقود أو غاز أو كهرباء، لكن هذا الموضوع سيحتاج إلى ما يلي، يحتاج إلى خطة وقودية تستلزم تأهيل حقول الغاز، تستلزم تأهيل شبكات الأنابيب الواصلة لمحطات الإنتاج،
وهذا يعني تعضيد جهد الوزاره من غير الكهرباء. نعم. باعتبار انه الخطه الوقوديه هي من واجب وزاره النفط. نعم. نعتقد ان جمله هذه الشروحات قدمت الى السيد رئيس الوزراء والرعايه الان حكوميه والغطاء حكومي، الجميع بات مهتم الى ان ينهض بملف الطاقه وكل الجهات. نعم. المتداخله مع الطاقة. استاذ احمد، هذا اللي ذكرته حضرتك الان، قلت يعني راح تكون هناك بدائل عن كل موارد الطاقه، بديل هناك داخلي من الاستيراد، هذا ضمن الخطة الخمسية اللي خلتها لجنة الطاقة النفط والطاقة النيابية والتي عرضت أيضا على السيد رئيس الوزراء، هي من ضمنها، وما تفاصيل هذه الخطة الخمسية؟ يعني سيدي، هو حتى قبل الخطة الخمسية كان في خلد الوزارة أن تمضي بما يلي بمشروعات مهمة. كان في خلدها أولا أن تمضي بتنويع مصادر الطاقة، إحالة مواضيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة تدوير النفايات وطاقة الرياح. بالتالي ساعية الوزارة كانت لتنويع مصادر الطاقة، وأيضا ساعية إلى أن تخلق ملف واحد للطاقة الكهربائية من خلال الربط. طبعا بالمناسبة الربط مو في خلد الوزارة أن تمضي مع هيئة الربط، عندنا اتفاقيات شبه مكتملة لربط خطوط الطاقة مع المملكة الأردنية، بهذا الوقت عندنا تفاهمات مع تركيا لربط خطوط المنطقة الشمالية. نعتقد أن فكرة منظومة الربط هي ليس لاستيراد طاقة، إنما لخلق وثوقية ومرونة واستقرارية كبيرة للشبكة. نعم. وأيضا يكون بموجب العراق بلدا مبررا للطاقة، سيعود بفوائد اقتصادية، وبذات الوقت سيخلق هنالك أكثر من مصدر للطاقة. بالمجمل الوزارة اليوم ماضية بالخطة، نحن نعتقد أن جهد لجنة الطاقة النيابية والوزارية ستعضد وستدعم الفكرة الفنية والمقترحات الفنية التي تقدم من وزارة الكهرباء. نعم. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات والمشاركة في هذه النشرة، كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، شكرا جزيلا لك. شكرا. نذكر بالعناوين مشاهدينا. الأكسجين الطبي يغطي مستشفيات بغداد وحالات الشفاء من كورونا تتخطى 71,000. العراق يكمل 80% من متطلبات الربط الكهربائي مع الخليج.